تاج مصطفى بيحذر من انقلاب عسكري، بيقول لك الحكايه دي برضه ما بعيده، يعني كم يوم كده جوا فبراير. يعني هل ترى المساله بهذا التعقيد؟ يعني احنا تعودنا في مشهد السوداني بيمشي برتم يعني بالراحه، ما بيمشي بالسرعه دي اسبوع 10 يوم كده. نعم، هو اخ ويس طبعا الاخ نايي، انا في تقديري بيتكلم عن 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 تحليل لوضع قائم يعني، والحاله اللي وصلت لها البلد يمكن هي الحاله الشبيهه بالانقلابات اللي حصلت قبل كده يعني، ما عدا الانقلاب الاول بتاع 58، لكن بتاع 69 و85 اللي هو السوء اللي وصل له البلد والحاله بتاعت الانهيار اللي وصل لها البلد، وبالتالي خلت هذه القوات المسلحه تتقدم وتستلم السلطه. وحتى في 89 يعني حتى 2019 يعني عندما تم الانقلاب برضه بنفس الصوره، يعني كان في وضع سيء في البلد، يعني وضع سيء، لكنه في النهايه ما كان وصلت المرحله اللي وصلت لها الان نعم. لكن بفتكر انه الاخ ويس، ودي هنا على الاقل نطلع شويه من بجيك مع انه الزمن ضيق، لكن داير اقول انه يعني الكلام الكثير بيتكلم عن الاسلاميين وعن الاخوان في داخل الجيش. بالمناسبه الجيش ده في النهاية في الكلية الحربية دي بتصنع رجال تابعين للقوات المسلحة ولا تابعين لأي مهما كان انتمائهم السياسي، بناء على العقيدة العسكرية الموجودة في المناهج والدليل على ذلك انه انقلبوا على البشير اللي هو في النهاية البشير، اذا كان جابوا البشير عشان يبقوا اسلاميين وعشان يحموه، لكنه في النهاية انقلبوا براسهم بوزير الدفاع اللي هو جابه واللي هو كان نائبه ذاته كمان. يعني في النهاية الجيش ده هو يعني حس الوطن العالي والانتماء للمؤسسة العسكرية عالي جدا، وبالتالي حكاية انه المؤسسة دي كده وكده حقه تطلع من زين الناس. المسألة الثانية، ما بفتكر انه يعني الناجي يتكلم عن معلومات، لانه ما في انقلاب الزول بيتكلم عنه في الهواء كده وانه يجي يحضر. لكن انا قبل كده تكلمت عن صعوبة الانقلاب في الفترة دي واللي هو لتعدد الجيوش، ودي يعني اذا كان عندك الدعم السريع والله، اذا كان بتاع الحركات والله، اذا كان عبد الواحد ولا غيره وغيره وغيره من الحركات المختلفه اللي هي ممكن ما كان زي زمان الجيش ده هو الواحد وفي النهايه انقلاب والموضوع انتهى. فالان المساله صعبه جدا، حتى لو تمت المساله دي بتكون مصحوبه بكميه من الدماغ غير العاديه، فلا بد الناس دي يحسبوا لها حساب شديد. ويعني عشان كده انا بفتكر حكايه الانقلاب بشكله في ذهننا انا بفتكر يعني غير ممكن، لكنه جايز. انا بفتكر جايز بنفس الذكاء اللي قبل شوي اذا كان شرط له بيدربه البرهان المشهد، يمكن يتم بنفس الصوره في داخل القوات المسلحه بصوره محدوده تضمن فيها السلامه بتاعت البرهان، وفي نفس الوقت يعني تمشي في نفس الخط بتاع الوطن والبيلبي الرغبات بتاعت الجيش كله. اضيف للكلام ده ونحن في ختام هذه الحلقه، اللي هو زي ما قلت لك اذا كان المساله بتاعت الانقلاب بشكلها هي يعني مستبعدة إلى حد ما، لكنه الانقلاب الاتفاق الإطاري يعني الحرص الشديد من فولكر وعلى مجموعته لإنفاذه إلى الآن شغال. وواضح بالهرولة، يعني قبل أسبوع الفات كان في وفد من حزب الأمة دارين يستعينوا بالحلو لهذه المسألة. مش كده يعني أمس أفتكر أمس سافر وفد تاني ب معظم الحرية والتغيير وهياكل المختلفة، ياسر عرمان وأفتكر مريم الصادي ومين ومين وعمر الدقير كلهم مشوا لجوا عشان تلحقوا في المسألة دي. وما استبعد أنه الزيارة بتاعة أبي أحمد اللي حتتم بكرة في هذا الإطار بأنها يعني عشان تمشي وتلحق الناس دي، لأنه أخ ويس الحكاية دي الجماعة دي لو الحكاية دي مشت وطرشقت حكايتهم بتكون بايظة شديدة، اللي هي الملفات بتاعت الناجي ده هتكون جاهزة، ودي في مالية البلد كلها كل ذو شايل الملف وقاعد ومنتظر الناس منتظر الناس يعني فقط يرفع عنهم غطاء البرهان وحميتي.